هذا سبق احنا واجب وطني واجب تطوعي كهذاك عملناه بجانب المهندس المعماري للمهندسين الزملاء اللي قمنا بانجاز هذا المشروع. اظن ان المشروع اولويه. شوف عدد المرضى اللي ينتظروا كما تكلم سابقا البروفيسور بونجار، لازم نقول هنا المواعيد تكون ملتزمه. اظن هذا بالاداره هي قطب جهوي ماشي قطب ولائي فقط، هذا يعطي ارتياحيه احسن للطبيب والشبه الطبي وحتى المريض. وفي نفس الوقت كانت استراتيجيه جيده هي العامل حتى على تكوين الاطباء والشبه الطبيين من خلال 4 قاعات للدراسه وتكوين الاطباء اللي تكون على طول السنه. هنا اكثر من 99 اريكه، 17 سرير، هذه اضافه كبيره للقطاع الصحه ولايه البلاد خاصه امراض السرطان، ولهذا المرض راه في تزايد كثير. احنا مساهمتنا كجزائريين هي نعرفوا بالجزائريين، شفنا احنا بليده وقفوا معنا كيف الكوفيد، احنا بصفتنا نوقفوا مع المرضى ولا حتى مع المؤسسة الدولة اللي تحتاجنا. أظن أن هذا في طابع في صيغة كل جزائري غير على وطنه. مساهمة الجميع، حتى شركة موبيليس الآن شفناها كانت في الرياضة جات للعمل الخيري وعمل التطوعي في مجال الصحة. أظن هنا إضافة إن شاء الله يرافقها تكون شركة أخرى. اللي نعرف الجزائر الدولة القارة ب 58 ولاية، هذه التفاتة طيبة إن شاء الله كل جامع يساهم في مجاله. مواصفات عالمية حتى من ناحية العزل، التكييف، مواصفات جد عالمية راقية، وحن نتواصلوا باش يكون حتى المواد المستعملة من ناحية الديكور، ويحس روحه المريض في فندق 5 نجوم بيحس روحه راه في مستشفى العلاج. دراستكم شحال المدة اللي راح يستغرقها بين؟ يمكن إن شاء الله أكثر شيء سنة يمكن يكون شيء جاهز، سنة تكون جاهز. يمكن يبقوا حنا ليكيبون اللي حيكون كشاط ثاني، نعرفوا بلي بالك حيكون يتعطل شوية، مي أنا أظن مشروع السنة يمكن يكون جاهز للتجربة.